هذا الملف. رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، رائد يعني الأسواق اليوم يعني تتفاعل مع نذر الحرب وليس مع عيد الحب، هل توافقني على هذا الرأي وخصوصا في ظل هذا اللون الأحمر الذي نشهده على مختلف أنواع الأصول؟ طبعا خلينا نقول من ابتداء من نهاية التعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة تحديدا مع آخر تعاملات الجلسة الأمريكية كان أو من منتصف الجلسة الأمريكية، تفاعلت الأسواق بشكل حاد جدا مع التوترات الجيوسياسية التي تحدث ما بين روسيا وأوكرانيا، وطبعا صعد ذلك الأنباء أولا دعوة السلطات الأمريكية لرعاياها بالخروج من أوكرانيا، ومن ثم السلطات البريطانية وهل مجرة عدة دول أكدت ذلك على رعاياها نظرا لتوقعهم بأنه سوف يكون هناك اجتياح أو غزو روسي لأوكرانيا، وهذا ما أجج الأسواق ونشر البانيك أو الرعب في الأسواق والتوجه نحو الملاذات الآمنة، ورأينا الذهب كيف صعد خطف 30 دولار سريعة جدا من المستويات التي كان يتداول عندها، وكذلك الأمر النفط واصل الارتفاعات، قوة في الدولار الأمريكي لاحظناها أمام معظم العملات بشكل واضح، هناك قلق وهناك توجه نحو الملاذات الآمنة. نعم صحيح، يعني ويبدو أن يعني اللون الأحمر لا يقتصر على عيد الحب فقط، هو الأسواق أيضا يعني بشكل أو بآخر تحتفل لكن على طريقتها بعيد الحب وهي متراجعة. عاد النفط الذي يستفيد من كل هذه الأجواء ويستفيد من ظرف التوتر الجيوسياسي و يسجل هذه الارتفاعات، نود الحديث عن أسعار النفط رائد. يعني نتحدث عن أسعار أصلا كانت مدعمة ومرتفعة بشكل واضح قبل التوترات الجيوسياسية أو قبل أن تغذى التوترات الجيوسياسية بتسليط الاهتمام لها من قبل المستثمرين والتواتر والتصاعد الذي حدث مؤخرا، التصعيد الأخير الذي حدث مؤخرا. ما يحدث فعليا في أسواق النفط هو أصلا في عندي أنا طلب ضخم ومرتفع وحاد، وفي نفس الوقت عندي أنا معروض يعني نوعا ما لا يرتقي إلى طموحات الطلب إن صح الإشارة أو التعبير على هذا الموضوع. يستطيعون الإنتاج أكثر ولكنهم لا يميلون للإنتاج أكثر للمحافظة على أسعار مرتفعة والاستفادة من الأسعار المرتفعة. أعتقد هذه هي السياسة التي تلعبها أوبك بلس في الوقت ولكن الراهن. رائد يعني لدي سؤال لك، إذا بأي حال من الأحوال شهدنا على أرض الواقع تأكيدات على غزو روسي لأوكرانيا، ما هو السقف بالنسبة لأسعار النفط في هذه الحالة؟ البعض يتحدث عن 120 دولار للبرميل، هل توافق على هذه المستويات أو أنها قد يكون مبالغ فيها؟ أعتقد حتى ممكن أن يتجاوز هذه المستويات لأنه عملية التفاقم سريعة، أولا لأنه أنت عم تأثري كذلك الأمر على إمدادات النفط الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية، وبالتالي أيضا توقف الإمداد الغاز سوف يضطر إلى الاستعانة بالنفط، وممكن يزداد الطلب على النفط من قبل المشاريع التجارية ومن حتى للأغراض العادية خلينا نصح التعبير في المنطقة الأوروبية، بالتالي هذا سوف يكون مزيد من الضغط ومزيد من الطلب على أسعار النفط بالاتجاه إلى الصاعد. وفي نفس الوقت نحن أيضا ننظر إلى أن أسعار النفط تتفاعل مع توترات الجيوسياسية وقلق الإمدادات وخطر توقف الإمدادات بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا يفتح المجال لتسارع بالارتفاعات. الوصول إلى 120 دولار للبرميل ممكن كنا رح نوصل له بفضل التضخم وبفضل الارتفاع الطلب على حساب المعروض. الآن مع تز كية التوترات الجيوسياسية أعتقد 120 دولار ممكن تكون هي العتبة لمزيد من الارتفاع. نعم رائد، يعني دعنا ننتقل إلى سوق الأسهم بشكل عام والأسهم الأمريكية، هناك همس جهرا فيما يتعلق بحدوث ردة فعل وانهيار قياسا على رفع معدلات الفائدة، وجاءت روسيا وأوكرانيا لتكمل المشهد، هل من الممكن أن يحدث ذلك؟ يعني نحن ننظر إلى الأسواق الأمريكية على وجه التحديد أنها كانت مقبلة إلى قرار حاد وصارم من الفيدرالي ممكن يفاجئنا فيه في أي وقت قريب، حتى في اجتماعه القادم ممكن أن نشهد رفع في أسعار الفائدة بشكل سريع وكبير نسبيا، النصف نقطة بدأت تصبح
متوقعة وبشكل كبير من قبل الفيدرال الأمريكي كرفع في أسعار الفائدة، ذلك يضغط على المشروعات وعلى أسواق الأسهم على وجه التحديد. التوترات الجيوسياسية وانغماس أو انجراف الولايات المتحدة الأمريكية في المزيد من التصعيد مع روسيا سوف يؤثر على الأسواق المحلية والأمريكية بلا شك، وممكن أن تشهد مزيد من العوامل تضغط على أسواق الأسهم للتصحيح المحتمل. بالتالي في عندي تجديد السياسة النقدية عامل مهم، والتوترات الجيوسياسية وكذلك التضخم الذي في قراءته الأخيرة أكد على ضرورة أن يكون هناك رفع في أسعار الفائدة والتشديد في السياسة النقدية بطريقة سريعة وربما قد تكون مفاجئة للأسواق. نعم، رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث، ممكن اليوم نقول استثناء أن زهرة جروب بدل الإيكويتي جروب. شكرا لك. شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، كنت معنا في هذه الجولة من دبي.